المباريات اللي لعبها، اتغلب المباراه الاولى بفعل فعل امام النجم الساحلي، وبعدين كسب النجم الساحلي وكسب بلاتينيوم وكسب الهلال على ارضه، وتعادل مع الهلال ومع بلاتينيوم بره ارضه. اذا نظرت للي بيحصل هتلاقي لا، ان النادي الاهلي ماشي بخطى مش ممتازه، مش زي الدوري ولكن جيده في البطوله الافريقيه. كل ما هيرتفع او كل ما هترتفع نسق المنافسات هتلاقي نسق اللاعبين بيرتفع في البطوله الافريقيه، يعني لانه الدوري زي ما حضرتك شفت 3 4 مباريات النادي الاهلي كسب باقل مجهود، باقل مجهود. انا بتكلم مع حضراتكم بمنتهى الصراحه، باقل مجهود. المباراه اللي فاتت كل ما بتقرب من بطوله او مباراه صعبه او كذا او كذا، بتلاقي لعيبه النادي الاهلي الحماسه اللي جواهم بتزيد، كل لاعب من اللاعبين اللي موجودين عايز يلعب، فبالتالي بيطلع احسن حاجه عنده علشان يلعب مباراه الزمالك في السوبر، عشان يلعب مباراه المصري ويكسب، عشان يلعب مباراه الطلائع ويكسب، عشان يلعب السوبر الزمالك في السوبر والزمالك في الدوري وسان داونز. فبتلاقوا نسق اللاعبين ارتفع، وهي دي كره القدم بالمناسبه. هي دي كره القدم. النادي الاهلي في البطوله الافريقيه جمع 11 بونت، 11 نقطه. ال 11 نقطه دول في انديه في بلاد اخرى، عشان بس ما الناس هنا حساسه جدا وبتاخد الكلام على نفسها كتير، لكن ماشي. لكن في انديه جمعت نقاط اقل من النادي الاهلي بكتير وصعدت. فالحقيقه لما تيجي تدور على الموضوع هتلاقي ان ايه يا جماعه، ايه المشاكل اللي بتحصل، في ايه المشاكل، ايه الموضوع، ايه الموضوع يا اسلام، محدش عارف. حضرتك بتقول ايه، مره يقول لك حسام عاشور، ومره يقول لك شريف اكرامي، ومره يقول لك وليد سليمان، ومره يقول لك احمد فتحي، وتطلع قصص وحكايات وروايات. قبل كده بعض من جمهور النادي الاهلي كلمني، الناس اللي بتكلمني يعني كلموني قالوا لي يا كابتن هو الراجل اتخانق مع كهربا؟ قلت لهم مش عارف، هشوف وهقول لكم، بس انا ما توق يعني لا اتخيل ان يحدث هذا في النادي الاهلي. ف عرفت، حاولت اعرف ايه الموضوع، مفيش حاجه. ده بمناسبه التجميد، النهارده برضو ريني فايلر وقف مع كهربا كتير، ما اعرفش بقى هيجمده ولا هيعمل فيه ايه بقى، مش عارف الحقيقه، انا مش عارف اقول ايه. يعني برضو النهارده كان واضح، من الواضح ان هناك بعض الامور اللي هتحصل او اللي بيقولها ريني فايلر لبعض اللاعبين اللي ممكن يعتمد عليهم الفتره القادمه. ممكن كهربا يلعب، ممكن ما يلعبش، ما اعرفش، في مباراه المصري بكره. فالموضوع بالنسبه لنا يا جماعه هو في ايه اللي بيحصل؟ هو ليه النادي الاهلي بيتحارب الحرب دي؟ المصري بعد بكره، انا اسف، يوم الجمعه، انا فاكر ان النهارده الخميس، معلش. ف ليه النادي الاهلي بيتحارب المحاربه دي؟ هو النادي الاهلي ذنبه ان هو كسب 14 مباراه وعنده 42 نقطه؟ مش ذنبي بالمناسبه، انا بلعب وبجتهد وبكسب، هي دي كره القدم. لكن ان انت تلف 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 عشان تروح تقول ان تصدير المشاكل ده مشكلة كبيرة جدا بتحصل خلال هذه الفترة وخلال الفترات المهمة اللي بتحصل. وبعدين برضو أنا بحب النادي الأهلي وبشجع النادي الأهلي، أي مشجع أهلاوي كده. هل يجب علينا أن احنا نتمنى لأي نادي آخر، لأي نادي آخر سواء جوه مصر أو بره مصر، أن هو يكسب؟ يعني انا واحد من الناس ما بشغلش دماغي كتير بالمواضيع دي، في ساعات ببقى عايز اي نادي بيلعب يكسب، كلنا مصريين وكذا وكذا وكذا، ولكن في النهايه طالما النادي الاهلي بعيد عن هذه الامور خلاص.